السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا اللي بيشوفونا من القاهره والمحافظات، اخواتنا ولادنا العاملين والمقيمين بالخارج، واللي بيشوفونا من الاشقاء، يا مرحبا بحضراتكم جميعا. الذهب، تحركات الذهب نزولا لم تكن على المستوى المأمول بعد بيانات امريكا. يوم 22 و24 هيبقى في تصريحات لجيروم باول في مؤتمر يفترض انه هيبان اكتر ويعزز اكتر هذه الجهود. ما يحدث الآن كلاسيكي جدا، ومن أول دقيقة أقدر أقول لك إني لا أستطيع أن أنصح بالشراء في هذا الحيز الضيق، ما أقدرش. المحتفظين يكملوا رحلة الاحتفاظ لسه بدري، سواء محلي أو عالمي. اللي عاوزين يبيعوا للاضطرار فقط، المعضلة الآن لمن يود أن يشتري سواء محلي أو عالمي، وبيشتري عشان يتحوط مش يضارب. اللي هيضارب هيتسلق أموره، تلاقي باع النهاردة محلي وعالمي عشان يرجع يشتري كمان يومين ثلاثة مع فارق نزول، وبيلعب في خام يعني. إنما أنا بتكلم على اللي بيتحوط، فأنا لن أستطيع أن أقول لك إحنا في سعر الشراء روح اشتري. حلو كده، كم الأسعار وإيه الأخبار؟ الأونصة حالا لازال مسلسل التراجع شغال، 2448 دولار. 48 دول كان من المتوقع ان هم يوصلوا لمستوى حاجة وعشرين حاجة وثلاثين. لا ما تعمليش كده، معايا جنيه دهب شاريه بثلاثين الف ابيعه اجيب مشغولات. لا ده الأونصة عالميا، الأسعار محليا. عيار 24 3950، عيار 22 3650، عيار 21 3460. مركز يا عمرو أبو النصر، مساء الفل أو صباح بقى. عيار 18 2960، عيار 14 2300، عيار 12 1980، عيار 9480. الأونصة العالمية قلناها. طيب الأسواق تفاعلت فورا مع صدور البيانات بتاعت التضخم الأمريكي، وهذا التفاعل محدود يعني، في صمود كده. مؤشر أسعار المستهلكين، ده المقياس الواسع اللي بيعتمد عليه تكاليف السلع والخدمات، تباطؤ على أساس سنوي، بيانات شهر يوليو أقل كمان من التوقعات. إيجابي للذهب، الناس اللي في قناة التليجرام بتاعتنا هيبقى وصلها ده كله بشكل قوي في وقته. أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفاع معدل التضخم الأمريكي لشهر يوليو، زيادة التوقعات بخفض أسعار الفايدة في سبتمبر بسبب البيانات دي، تباطؤ الزيادة السنوية في التضخم الأمريكي لأقل من 3% للمرة الأولى من 3 سنين بحالهم، 3 سنين ونص، تباطؤ كبير أعاد إمكانية خفض أسعار الفائدة لبؤرة اهتمام المستثمرين وزود الرهانات في هذا المجال، وتسعير خطوة تخفيض الفائدة في سبتمبر يزيد. آخر تصريحات الناس مستنياها القرار تخفيض الفائدة من عدمه، هيبقى يوم 17 أو 18 سبتمبر اللي هو اليوم اجتماع الفدرال الأمريكي وإصدار القرار، واحتمالات بنسبة 40% شايفين الخفض هيبقى أكبر من 50 نقطة أساس، والسيناريو الأكثر توقعا على نطاق واسع 50 نقطة أساس. طيب يوم 22 و24 أغسطس هيبقى في توضيح من الأمريكان للموقف البنك المركزي بشأن أسعار الفايدة في ندوة جاكسون، هيتكلم فيها جاكسون هول، هيتكلم فيها جيروم باول. هنستنى اليوم ده برضه عشان نسمع الناس ده هتقول ايه. اهلا بكم، الاتصالات بدأت الان. انا كده اتكلمت كام دقيقة؟ 5 بالظبط اهو، على الفيس 20 دقيقة، ثم على التيك توك 20 دقيقة، هاخد من بالترتيب. يا رب تكونوا اتصالاتكم جاهزة وتليفوناتكم مرانة ونتوكوا عالي عشان نستفيد بالوقت. يلا محمد جلال، يا رب يكون نتك جلال كده. مساء الفل يا مكاوي يا اخوي، اعتقد براحتك، اهلا بيك، اعتقد براحتك يا حبيبي.
يلا يا محمد جلال احكي الحكاية. دكتور مساء الفل. صباح الفل يا دكتور، اهلا بيك. ايه بقى يا دكتور، انت بتسهرنا للصبح وامبارح ما جيتش خالص، انت كنت فين امبارح؟ طمنا عليك. امبارح والله تعبت ما كنتش قادر. لا الف سلامة عليك يا ربنا دكتور، الف سلامة. ربنا يطمنا يكرمك، عليك، جيت ربنا لك النهارده عليك، مخصوص. ربنا يبارك فيك. انا لسه داخل بس من شوية و ما سمعتش الكلام اللي في اول البث، فمعلش بس ساعد لي الدنيا كده، اروح فين نشتري بقى ولا نوقف لا ولا نعمل ما ايه؟ اقدرش انصح بالشراء خالص، الاسعار دي مش شراء تمام، يعني. انا راجعين لا تاني زال ان شاء الله. احتمالات النزول بالنسبه لي 100 جنيه على الاقل، ورده يبيع صفقه راس حكمه، يبقى صفقه ارض. الجنيه نزل النهارده، الدولار نص جنيه، لو كانوا جنيه جنيه ونص كانت فرقت كتير. المال ساخن دخل النهارده تاني، كل ده ممكن يحصل اول الاسبوع الجديد مره. بس الغريبة يا دكتور، النص جنيه اللي نزل في الدولار والنزول العالمي وكل ده، الاسعار دي ما بتأثرش عندنا خالص ليه؟ تم المفروض عندنا 5 جنيه نازل، 10 جنيه طالع، ايه الموضوع ده بالظبط؟ المفروض تأثر. ولا بتأثر خالص نهائي، 5 جنيه يعني جاية جاي التأثير مش ورا، محصلة نص ريال سعودي حتى، سبحان الله. جاية ورا إن شاء الله التأثير. ربنا يبارك لك يا دكتور ويصلح حالك يا رب، ويشفيك ويشفي لولو يا رب، ويطمنك عليهم ويجمعك بهم على خير يا رب. آمين آمين. سلام، شكرا يا دكتور، تصبح شكرا، مع السلامة. يا جودة اتفضل. صباح الورد يا استاذ محمد، يا صباح الفل، اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله، مرحبا بيك. انا سعيد جدا بسماع صوتك وان دخلت معاك على الهوا كده. بالنسبة للذهب، حصل ايه للذهب؟ وقع يا عامر. اهلا بيك يا غالي، يا مرحب، مرحب بيك. انا دلوقتي عندي وحده في ماونتن فيو، تمام؟ انا واخدها من 2021، مبروك. جاي لي فيها اوفر كويس، وانا طالب بالدولار. انت ايه طيب، رايك، انفذ ولا؟ هو تقريبا الاوفر 300% على المدفوع. ما شاء الله، الله يزيد. هتعمل ايه بالفلوس؟ والله انا حاليا هدخل جزء عندي في الشغل هنا في السعوديه، وجزء تاني ممكن اجيب بيه عقار تاني يعني. تتوكل على الله، لا اله الا الله، توكل على نفس. شفت انت، سمعت البث بتاعنا اللي فات، هروب رؤوس الاموال للسعوديه والامارات؟ ايوه طيب، تمام، ايوه توكل على الله، ربنا يفتح عليك حبيبي، ربنا يخليك يا رب. شكرا ليك، سلام، مع السلامه. عزيز، الو دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحب، مرحب بيك دكتور. انا كنت كلمتك، كنت اخذت وحده في القطار في الساحل في فتره اللونش، بس لسه ما خلصتش معاهم يعني، متردد شويه عشان القسط بتاعها عالي وكده. بس انت فانا حولت كنت الفلوس ودفعت بالظبط كده، اللهم صل على النبي، لسه فاكر حضرتك. دفعت الفلوس بس انا يعني لسه ما مضيتش معاهم، فبحاول ارجع فلوسي والقصه دي، متردد اكمل ولا ما اكملش حضرتك. طب مش قلت لك كمل؟ الموضوع يعني قالب دماغي وكده يا دكتور. ايه اللي مخوفك؟ القسط كبير وممكن ما اقدرش اسد يعني، وانت عارف ان الشغل هنا ممكن مش ضامن اسدد ولا ما سددش، مش ضامن ظروفه. هو المفروض 8 سنين. لا، انت قدرتك في سداد الاقساط كام سنة؟ يعني قدرتي ممكن سنة، ممكن اثنين، ما اعرفش. في التزامات ورايا، في التزامات يعني، برضه ممكن ممكن لا قدر الله، لا قدر الله التعثر، لا قدر الله بعد سنتين ممكن يبقى ممكن. ساعتها نعمله ريسيل ونخلص منه. طب ولو سنة يا دكتور، برضه لو سنة؟ سنة ممكن يبقى 80 90% الريسيل بتاعه، سنتين يبقى 150% ولا حاجة في الحدود دي. ذهب هيكون على احسن يا اصل دكتور الفلوس المنطقه دي اللي انت دفعتها، تهديد؟
على اصل الفلوس 80%. معلش بتقول كام؟ 80. انت الساحل فين؟ في الساحل شركه ايه ولا مع مين؟ القذار صافيه. صافيه لا نفس الكلام. 80-90%. لو قعدت سنتين تعمل لك من 170 لاعلى من كده الرسيل وتطلع منها توكل على الله. ولو خرجت منها ورحت للذهب ما يكونش ما يعوضليش يا دكتور بعد كده؟ والله انت وانت كنت بتشتريها الذهب كان ب 300 بالظبط. دلوقتي الذهب ب 3500 ما انت بتقول حضرتك 60 بنتحايل عليه ينزلوه في مصر خلاص زي ما كنا بنقول له ما بيزيدش ليه دلوقتي بيقول لك الله انت ورثته ما بترسوش على بره. انا لو اشتريته في 400 جنيه فاتوك في الذهب. لو اشتريته من هنا وخليته معايا نظام مضاربه ويزيد وارجعه تاني طبعا. اشتريته دلوقتي انا الشراء النهارده على ذمه المتصل. يعني انا دلوقتي النهارده لا انصح بالشراء. انما ما فيش ذهب هيفضل ب 3500 خلال 6 شهور ولا 3470 اللي عليها دلوقتي دي خلال 6 شهور. لا هيزيد طبعا. الذهب رايح ل 4000 و4000 وشويه. بس التوقيت بس يا دكتور انا سؤال بس اشترينا فيه 3300 3200. يعني 3250 270 كنا بنبدا نستنى بقى يعني نشيل رجل ونحط رجل. يا دكتور سؤال معلش. حضرتك بتقول الدولار رقم واحد، الذهب رقم اثنين، العقار رقم ثلاثة. الذهب واحد. الذهب واحد. اوكي ماشي. بس حضرتك يعني علشان يعني العقار بيقولوا بيزيد مثلا نسبة 50% او 80%. العقار الجديد بيزيد 100% المرة اللي فاتت دي. يعني الايام اللي فاتت ديت الذهب العقار عمال يزيد بس وعليه اقبال جامد اكتر من الذهب بس بياخد فلوس كتير. امبارح عملنا حلقه اسمها التوليع الكبير. محتاج حضرتك. بس هي مشكلتها طبعا فيها كلام على العربيات وفيها كلام على عقارات وفيها مين رئيس شركه جي ال ال ومدينه مصر. شوف بيتكلموا ازاي على التعويم ورفع الفايده. بالظبط اللي انت قلت احنا هتفهم اكتر من انا سمعت الحلقات كلها بتاعت حضرتك اللي انت بتنزلها. بتابع حضرتك كل حاجه بتنزلها وكان من قبلها بيوم او حاجه كنت منزل حاجه على العقار بس عقار ومش فاكر ايه تاني. عقارات بتتعوم. عقارات بتتعوم صح. فمش يعني راي حضرتك اللي انا اجازف واخدها. انت بقول لك اكمل. انت مش حبيبها خالص. انت حاسس ان انت اتدبست. دي مشكله نفسيا انت مش مرتاح. بالظبط يا دكتور. انا استعجلت في الخطوه. لا بص يا سيدي، لو انت بتتكلم كصفقه اقتصاديه، لو احنا معانا ما يكفي اقساط سنه او اتنين هنطلع منها بسيف. كونك مش طايقها ما تروحهاش، مش هيجي فيها رزق دي يعني نفسيا. لا انا مش موضوع مش طايقها. لا انا طايقها وكل حاجه. المشروع جميل نفسيا. حاول هو المشروع جميل بس اللي انت يعني وينه على كده. اللي انا مقلق منه بس المشروع جميل والشركه حلوه وناس كتير بتشكر في الشركه وكده والمنطقه نفسها حلوه. يعني المنطقه نفسها كويسة مش وحش بس اللي انا معلق منه اللي انا ممكن يحصل لي دروب ما اعرفش حاجه قبلها بست شهور تبدا تعرضه رسيل. في شرط في العقد، اوعى يمضوك على الوصول لنص المده او سداد نص الاقساط عشان تعمل رسيل، ساعتها تبقى لبسنا في الحيط. معلش يا دكتور ما سمعتش الحته دي تاني. ركز في العقد اللي هتمضيه. بيحطوا دلوقتي بند جديد يقول لك ممنوع تبيعها او تنقل ملكيتها الا بعد سداد نص الاقساط. يبقى لو 8 سنين تقعد 4 وانت محتمل لا قدر الله تتعثر في سنه او 2 يبقى لا ما ناخدهاش بقى. تمام. تركز تمام. في الحته دي. يلا يا بطل بالسلامه. الله يوفقك. دلوقتي طالع يا دكتور هيجيب تعبنا ولا ايه؟ العقار هيطلع ماشي يا دكتور. جزاك الله خير. مع السلامة. على راسنا يا دكتور. مع السلامة. يا جلال. يا صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الفل. حبيبنا الغالي. الله يبارك لنا فيك يا رب وعلى نصايحك القيمة والله. يا مرحبا.
حضرتك دوقت انا معايا فلوس بالدينار الكويتي، انا موجود في الكويت حاليا، اخليها بالدينار ولا احولها بالدولار ولا الدنيا؟ هي الدينار زي دولار، ما تقلقش من الحته دي، العمله دي ثابته يعني، العملات دي ثابته مع بعضها ثابته. طب اللي حبيت انزل مصر الاحسن ايه، ان انزلها مثلا بالدينار ولا انزلها بالدولار؟ برضو زي بعضه، بس انت لو قدامك دولار عادي هات. تمام تمام يا دكتور، الف شكر حضرتك. شكرا. لكن ما تتعبش نفسك بحكايه التحويل من ده لده، لان اي زياده سعر النهارده لما المال الساخن بيخرج ولا بيدخل، الدولار بس اللي بيزيد ولا الدولار واليورو والكله؟ تمام، شكرا يا دكتور، الف شكر حضرتك. شكرا. يا زيزو دكتور، جو حر قوي يا زيزو. اخبارك يا دكتور؟ اه والله حر، تعبنا يا عم. اخبارك يا دكتور؟ وحشنا والله. ربنا يخليك، اهلا. ما شفتكش معلش بقى، ظروف الشغل مش عارف اتابعك بقالي فتره كبيره. نعم. والله يا دكتور نعمل مواعيدنا على ظروف شغلك. لا يا باشا، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. سؤالي بس يا دكتور، انا معايا مبلغ من المال بدا يجي لي من شغلي نقلي، سيوله نقليه لحد اخر الشهر، ممكن يبقى بحدود اشتري ذهب ولا تاني؟ ما اقدرش انصحك بالشراء التاني حالا. انت شاري ذهب قبل كده ولا لا؟ انا فلوسي كلها في شغل، شغل المستورد. يعني انا عندي بصنع منتج بيصدر بقاله سنتين زي الزبيب. طيب ربنا يعين الزبيب. احنا معرفة بقى، انت كلمتني في الزبيب ده قبل كده. ايوه ما انا كلمتك قبل كده في شهر واحد. طب فاضل كام شهر في الموسم؟ لسه قدام مني 20 يوم، 25 في الموسم. وبعدين عايز تجمع الفلوس في الذهب وترجع تاني الموسم الجاي ان شاء الله. 20 يوم. 20 يوم دقيقة ديت. المشكلة يا دكتور انا بدأ يجي لي السيولة من النهاردة. من النهاردة. غير ما انا عندي لسه عندي بضاعة لسه، يعني الحمد لله ما بعتهاش. هو احنا هنشتري في حالتك، انت لازم تجمد الفلوس حفظا ليها، انت هتحتاجها تاني في خلال 7 شهور تقريبا. انا يعني ممكن في قدام مني اما اشتري مثلا حل تاني، اشتري مثلا عرض على قطعة ميت فدان في المنيا على الصحراء الغربي اشتريها. وتباعها بعد 7-8 شهور؟ لا هستثمر فيه. طب وما تيجي الموسم بتاع العنب هتعمل ايه؟ انا بقول لحضرتك الجزء بتاع الموسم الجاي لسه موجود بضاعة زي ما هو. تمام. طب والارض دي سعرها في متناول ايدك وبتزيد كويس؟ هو الموسم اللي فات كانت جنب في نفس المنطقة معروضة عليا السنة اللي فاتت ب 30، السنة دي بخلص فيها ب 41. عجبتك بقى الحكاية؟ اه. شيل توكل على الله. توكل على الله يعني؟ وهي فاضية مش هتعمل فيها حاجة، انت هتسيبها فاضية صح ولا هتكلف؟ لا يعني هبدأ اكلف عليها من الموسم الجاي ان شاء الله. كلف ايه؟ ازرع عنب، يبقى منتج يعني احاول ان اعمل اكتفاء ذاتي للعنب، ما اشتريش عنب من بره. اول زراعة ليك ها؟ اه. ربنا يفتح عليك من واسع، توكل على الله. اللهم امين. الحين مش منك يا دكتور. الله يخليك، بقى طمنا، ابعت لي على الواتس نجاحاتك عملت ايه. ربنا يخليك يا دكتور، الحين مش منك. يوفقك ويفتح عليك ويبردها عليك شويه بدل الحر ده. حبيبي يا دكتور. ايش؟ تصبح على خير. ربنا يعين ويقوي كل منتج شغال في مصر حتى اللحظه، وبيقاوم وبيعافر وبينحت في الصخر وبيفكر في خطه توسعيه وانه يكفي نفسه في الانتاج. ربنا يفتح عليك روح. اللهم امين يا دكتور، ربنا يخليك، ما احرمناش منك ابدا. صباح عليك. مع السلامه، حفظ الله. يا جوده. صباح الخير يا استاذ محمد. يا صباح الفل. سعادتي الباشا، كل ما اخش معاك تقريبا كده ايه ارجع افصل طريق معاك. اتفضل. بالنسبه للذهب يا استاذ محمد، هل الذهب في نقطه كويسه مؤقته ان انا ابيع فيها وبرجع اشتري تاني؟ تبيع 20% بس؟
نعم تبيع 20% من اجمالي الذهب اللي معاك. انا بحب المجازفه يا استاذ محمد، ما اقدرش ادفعك للمجازفه اعلى من كده. انا عايز اجني ارباح مؤقته، ما هو طول ما هو انا محتفظ بيه الدنيا كلها بترفع والاسعار بترفع، انا عايز اجني ارباح مؤقته منين؟ هل انا لو بعت هل يعني هعرف اشتري تاني بسعر اقل الفتره الجايه، حتى لو الفتره القصيره القريبه مثلا كمان اسبوع كمان اثنين كمان شهر، هل هيرجع ينزل تاني ولا النقطه دي مش نقطه بيعه؟ مع العلم انا عندي احساس ان هو هينزل شويه، يعني لو 200 جنيه في الجرام، يعني ال 200 جنيه تفرق معايا جدا. حلو، يبقى 20% من اجمالي الذهب بتاعك. 20%. نعم. طيب انت شايف ان هو ممكن ينزل الايام الجايه المدى القصير؟ المفروض تمام، ما نتحرمش منك يا سعادة الباشا. توفيق حبيب، في رعاية الله. انت منين يا ابراهيم؟ يا ابراهيم حط سجاير وحط الساعة. يلا ابراهيم احكي الحكاية. السلام عليكم. العملة دي عملة مطروح، وقع بعد ما لف العصابة وقع. يلا حصل كده يا عربي، بعت لك مرتين يا ايمن، ما انتش عارف تدخل يا ايمن، اقعد جنب النت الله يبارك لك. يلا استاذ مدحت. اتفضل يا راجل. طيب صباح الفل يا دكتور. يا صباح الخير، اخبارك يا كبير؟ الحمد لله كله تمام. مرحبا. احكي. اول حاجة احنا بندعي لك ان ربنا يحفظك من كل سوء يا رب. امين امين. شكر. ويبعد عنك ولاد الحرام. اي والله احسن، قريبين مني جدا. عندي دلوقتي تشطيبات في الشقة، ابدأ فيها ابيع ذهب ولا طيب ولا استنى لحد التشطيبات هتزيد والذهب على الاجل الطويل هيزيد؟ لو تقدر تأجل 6 شهور اعمل كده. تمام ماشي يا دكتور. يلا توفيق يا بطل. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ بنتك وزوجتك يا رب. امين رب. ربنا يخليك. شكرا. لميا. يا لميا اتفضلي. ايوه ايوه اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ايوه مع حضرتك. مرحبا. مثلا شايله دولار، فمش عارفه هل اخليني على الدولار ولا ممكن احوله ذهب دلوقتي. خلينا على الدولار لان الفارق جنيه وشويه بين دولار الساغة ودولار الذهب ودولار الاخضر، يعني دولار البنوك. طب ده لحد امتى؟ لحد ما تتغير الوضع هقول لك. يعني 7 يوم يوم. كلنا بنتابع يوم ويوم مضطرين، لكن لازم الفارق يبقى مثلا 10 قروش ريال ربع جنيه، انما جنيه ونص دي لا كتير قوي. تخسر لي جنيه ونص في التغيير. توفيق ان شاء الله. يا طارق حبيبي. يا دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. وحشني يا راجل. يا طيب انا متابعك من زمان جدا جدا جدا، بس يمكن اول مره اتكلم مع حضرتك.
أنا عايش جنب الحرم، بدعي لك إن ربنا يبارك في عمرك ويسترها معاك يا رب، وبدعي لك من قلبي بأمانة، وإن شاء الله ترجع بلدنا ويحمي لك بنتك وزوجتك ونشوفك في أحسن حال. أنت من جواك إنسان حلو قوي بصراحة، وساعدت ناس كتير، فتأكد إن ربنا دايما يعني مش هيسيبك أكيد يعني. يا رب يطمن إن شاء الله. ربنا معاك في كل وقت إن شاء الله. أنا متحول دولار بس من حوالي 2 سنين وشوية. أصبر شوية واشتري ذهب، ولا أتنيتي على وضعي كده شوية، ولا أعمل إيه؟ انت بتتابعني من زمان، وليه ما بتشتريش ذهب يوم ما حولنا من دولار لذهب؟ مش عارف والله. بص يا دكتور، والله انا انشغلت جدا بصراحه، وللاسف مني انا ماليش حد في مصر قد كده. لا من عندك حتى، من عندك والله يعني. تصور يعني انا والله ما فكرت فيها تماما، بس انا وقعت في المطب ده، بس الحمد لله بشكر ربنا الحمد لله. يعني الامور بالنسبه لي المطب مش سيء. انا بالنسبه لي يعني هوش سيء، لان انت متحوط من الجنيه من زمان على فكرة يا دكتور. يعني أنا من زمان وأنا متحوط من الجنيه للدولار، ما بحوش أبدا. تمام، ممكن يجي وقت قريب قوي هنقول لك حول جزء من الدولار لذهب، بس يكون سعر الدولار قد الذهب. على فكرة يا دكتور أنا فلوسي كلها دولار في مصر، يعني أنا حولت كل فلوسي مصر دولار. طب خلاص، في وقت ممكن الدولار يبقى حتى ب 52 53، تمام، ومناسب ساعتها في التحويل عن دلوقتي لذهب. يعني ملوش معيار هو بكام الدولار زايد ولا نازل، له علاقه بدولار الساغه. كلامك مظبوط، هنقول لك ساعتها تبدا تتحرك ب 20% ان شاء الله. ما فاتك انا كل يوم. تمام، يعني انا كده اعتبر يعني لحد ما الى حد ما الدنيا ماشي معايا الحال. ممتاز ان شاء الله. انا كل يوم مع حضرتك وبسمع حضرتك، وانا فعلا الايام اللي جايه دي منتظر منك الاشاره، بس تديني اشاره بس. انا مهتم جدا بالاجابه على سؤالين للناس خلال الكام يوم اللي جايين. موعد شراء الذهب اللي هو ال 200 جنيه اللي المفروض ينزلوا وما بينزلوش دول، تمام. والنقطه الثانيه ينفع يحوله من دولار لذهب ولا لا. فانا بركز بس المح شعاع ينفع يتقال اقول لكم. حاضر، واحنا منتظرينك يا دكتور، الله يعزك ويبارك فيك. ومن قلبي يا رب كده والله انا بدعي لك حقيقي والله، يعني ودعيت لك كتير. يمكن اول مره اكلمك، انت راجل يعني بتفيد الناس وبتساعد الناس، فتاكد ان رب العالمين مش هيسيبك ابدا ابدا ابدا. وكفايه هقول لك كلمه واحده بس، كفايه حب الناس ليك، يعني شفيع عند رب العالمين ليك. فربنا يا رب يسترها معاك ويسعدك في قلبك وبنتك وحياتك كلها ان شاء الله رب العالمين. حبيبي، شكرا لك ليك يا دكتور. شكرا لك يا دكتور محمد. في أمان الله. معكم يا أمان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ سهلا، مرحبا. أنا أول مرة أشترك معاكم، وكنتش عارفة أشترك إزاي بصراحة. يبقى أهلا بيك. سؤالي يا دكتور، أنا عايزة أشتري شقة، أنا تقريبا في بورسعيد، ويعني عايز اشتري شقة في بورسعيد، والعقارات في بورسعيد يعني بتعامل كعقارات دبي، غالية جدا. لازم تشتري غالية جدا. مش عارفة ابيع، لو معايا جزء من الذهب ابيع الذهب وجازف، ولا مش عارفة اعمل ايه. الذهب في نفس الوقت وفي غيرها هيوصل اخر السنه او اول السنه الجديده على 4000، هيجي لك في كل جرام في حدود 600 جنيه عن الموجود حالا. العقار عندك محتمل يزيد قد ايه؟ انت عاوزه تشتري ايه دكتور؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان في عقارات كانت ب 450 من شهور بقت بمليون ونص. ايه، عقارات بمليون ونص وصلت ل 2 مليون ونص. كل ما اجي احوش مشاريع جديدة دي؟ لا 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 لا، جمعيات. حتى المحافظات، حتى شقق المحافظة غليت. وانت حاطة عينك على شقق في حدود كام؟ يعني عايزة شقة في جمعية والله يا دكتور، يعني مش عايزاها يعني في حدود 100 متر، وساعات بقى يعني ساعات بنزل طموحي ل 80 متر و 90 متر بسبب الغلاء ده. فمش عارفه، محتاره اعمل ايه. وفي نفس الوقت عند الارض، بس الارض يا دكتور زي ما يكون
بارت ما فيش لها اي مشتري. طب والاراضي اللي جنبها؟ كله الحال واقف في الارض، يعني حتى ارض مباني ما فيش، الحال واقف، ما حدش بيشتري بسبب قوانين البنى يعني. واللي عايز ياخد كل أرض، الاراضي اللي جنب ارضك بايره برضو؟ يعني مش بايره، يعني ما فيش مشتري يكملها. أيوة، اللي عايز ياخد اللي عايز ياخد عايزها بتمن تمنها. طب محتمل امتى يتفتح مباني؟ بيقولوا كاردون هينزل وهي يعني هيسعروا الارض والارض هتزيد، بس انا بستنيها بقالي يعني دلوقتي داخله في الـ5 سنين بستنى، وكل شويه هو محتاج يبيع المشاريع بتاعته هو الاول وبعدين يفتح يفتح الناس. بس احنا قربنا، محتاره اعمل ايه يا دكتور، تنصحني بايه؟ احنا قربنا بموضوع الارض، المفروض هو بيسعى لحل المشاكل دي دلوقتي. يعني اصبر، ما اقدرش اقول لك اطلع منها ويجي بكره يروح جاي قايل لك يلا بدأنا، ما اقدرش اقول لك كده. والذهب كمان خساره، محتاج تصبري عليه كمان. الذهب ده يا دكتور انا كنت عايناه لاي زنقه، لاي يعني اي يعني ازمه امر بيها او كده، يعني ما كنتش حاطه في بالي ان انا هاجي يوم وافكر فيه كده. معلش 6 شهور عشان تمسكي رقم كويس فيه. تمام يا دكتور، انا تمام. سعيده جدا ان انا اشتركت معاك، وحتى ما كنتش عارفه اشترك ازاي، والله يبارك لك، اكيد في حاجه بينك وبين ربنا عشان حب الناس لك كده. شكرا، طيب ربنا يصلح حالك يا رب ويبارك لك انت واسرتك. امين، شكرا يا دكتور. سلام. طلبي من كل الناس اللي بتشوفنا على الفيسبوك، سواء عندكم اسئله او عاوزين تكملوا متابعه، انتقلوا معانا للتيك توك دلوقتي، هاخد من هناك. انا قدامي هنا 33 اتصال لسه، بس غالبا تليفوناتكم فيها حاجه او معظمكم معرفش يدخل على الفيسبوك. تيك توك اسهل، وانا رايح هناك مخصوص عشان نجاوب على الاسئله، هعمل 20 25 دقيقه كمان هناك. ايه رايكم؟ نسيت اقول لكم اعملوا لايك سواء على الفيس او اليوتيوب، فتفاعلوا يا جماعه، كل اللي موجود عليه امانه ومهمه بسيطه للغايه، بالصابع بتتعمل حته لايك، تمام، عشان نبقى نقدر نكون موجودين على المنصات دي. حلو كده. اسم التيك توك بتاعنا محيي محيي، MOHY او HEY مرتين، تمام. والعنوان بتاعه هيبقى نفس عنوان البث اللي على الفيسبوك ده، فتعرفوا توصلوا لنا هناك، ماشي. واحنا موجودين على اليوتيوب برضو، وعلى اليوتيوب متثبت لينك التيك توك، لو في حد عايز يسأل يضغط عليه ويجي لنا هناك. هتدون دقيقتين على ما ننقل هناك، تمام. السلام عليكم، شكرا يا جماعة، دعواتكم كتير.